نروح بقى الاخبار نادي الزمالك، لان انت جاي لك تعليقات كتيره جدا واسئله كتيره جدا من الناس. هنسال بس يعني هناخد يعني هنسال اسئله من عندنا شويه، وبعد كده نطلع نسال اسئله حضراتكم، وبعدين قدامنا لسه وقت طويل جدا. اولا اسباب عدم الاستقرار الفني في نادي الزمالك ايه؟ السؤال عدم الاستقرار الفني في نادي الزمالك؟ عدم الاستقرار الفني في لا نادي بص الزمالك. عليك، هو اذا كنت بتتكلم على تغيير مدربين يعني لا مش ما انا لازم اسال السؤال بطريقه تانية، اصل الناس كلها بتساله طب انت ليه بتغيروا مدربين كل شويه، فانا لازم استقرار فني. هو في مجلس اداره لو قرر ان هو مش هيغير مدرب معين مش هيغير، لكن لما يبقى في اجماع او اغلبيه لازم ينفذ القرار بتاع مجلس الاداره. في مجلس اداره بيدير المنظومه يعني، لكن في احوال كتير كل مدرب بيبقى مجلس الاداره اللي بيدير. لكن انا بتكلم بقى على المدربين حتى اللي رحلوا، يعني كل واحد بيبقى ليه سبب. كابتن فيريرا مثلا، جيسوالدو فيريرا، لا خلينا في السنه دي، احنا فيريرا ده بعيد قوي، كان الفلوس جاله عرض اكبر بكتير. نعم. وباتشيكو السنه دي كان ماكليش بصراحه كان اختيار. انا فاكر كنت انا في انجلترا وكنت تعبان جدا، وانا بقى من النوع اللي بيحب يراجع كتير يعني، زنان اللي هو بيقعد يسال على التفاصيل. راح مجلس اداره، كنت عامل جروب على الواتساب كده، مجلس اداره قال لي اخلص يا احمد جيب ماكليش، اخلص يا احمد يا جماعه اتاكدوا. فكان مجلس اداره برضه هو اللي اختاره. لكن الراجل طلع بصراحه يعني من الناس اللي ما كانش عندهم درايه بالاسلوب المصري حتى في التعامل. نعم. مش بس في كره القدم، فكان صعب ان هو يكمل يعني، ما متشتش الكيمياء بتاعته مع نادي الزمالك. مين تاني؟ مؤمن. كابتن مؤمن زي ما حضرتك، كان في ضغط عليه جماهيري كبير، وده حصل مع ميدو ومع كابتن مؤمن. نتيجه للسن بيحصل ضغط، هم ما بيقدروش يستوعبوه نتيجه للضغط الجماهيري يعني. ميدو انا افتكر ميدو اول ما جه بيبقى شعره متسرح، اول ما بيشتغل في نهايه بيسيب شعره، الشعر بيتعب. ما هو ضغط، اهلي وزمالك مطالب ان انت تكسب دايما، ومطالب ان انت في ضغط عليك دايما من الجمهور، فبيبقى الموضوع في نوع من الضغوط. كابتن مؤمن هكذا برضو كانت الضغوط عليه عاليه، ونتيجه لان هو اللي حققه الفوز على الاسماعيلي 4 اعتقد، والاهلي كان 3، وبيوصل وبيكسب الوداد 5، وبعدين بيوصل فاينل افريقيا. فالناس بتبقى طموحاتها بتزيد يعني، كل ما المدرب حتى بيحقق نجاح طموحات الناس بتزيد معاه، فبيبقى الخبرة بقى بتديك استيعاب للموقف ده. لكن في مواقف كتير يعني لكل مدرب. ايه مين تاني؟ ما فيش حد تاني، ما فيش غير 7 8 دول بس.